ونفس هذا المعنى المقفي بالكسرة، المقفي يعني الذي يأتي في قفا الأنبياء. كلمة قفا دي نحن بنستعملها صح؟ يقول لك في قفاي، ها؟ يقول لك أنا بجي في قفاك، أهلنا بيقولوا كده هناك. في قفاك يعني شنو؟ بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم المقفي الذي يأتي في قفا قفا الأنبياء، دي كلمة فصيحة كويس. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. في زمن مسيلمة في واحدة ادعت النبوة وقالت اسمها لا كده، قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وقالت أنا اسمي لا، إذن أنا نبي بعد النبي، لا نبي بعدي. ليش الناس دي مجرمين كيف يا أخي؟ مرة أنا جيت في جامع قبل زمن، بعدين قام واحد دار يتكلم، قام قال لهم أنا نبي الله المهدي المنتظر ذو القرنين، كله ذو القرنين قال. ها جماعة قاموا عليه، واحدين داروا يدقوه، واحدين تاني قالوا نصبر يا اخواننا كده، خلوا زول يكمل كلامه. يا ناس اصبروا في شنو؟ وده قال لك انا ما حد المنتظر، وقال لك ذو القرنين، وقال لك نبي الله، ثلاثة ده هو براو. ها هذا جاط الحكاية جوط عجيبة خلاص.